يعيش الآن في قطاع غزة أكثر من 1000 مسيحي يمتد وجودهم في القطاع لآلاف السنين، وهؤلاء يتبعون الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والأسقفية الإنجيلية. وفي مقابلة مع الأب جبرائيل رومانيلي من رهبنة الكلمة المتجسد وكاهن رعية العائلة المقدسة في غزة، أشار إلى وجود 5 مدارس تتبع الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، منها 3 مدارس كاثوليكية يدرس فيها 2000 طالب وطالبة من مسيحيين ومسلمين. وخلال المقابلة تحدث الأب جبرائيل عن رعية غزة ونشاطاتها الرعوية المختلفة، وعن معاناة هذه الكنائس في الوقت الحاضر بسبب إيوائها لآلاف من مواطني القطاع ممن نزحوا إليها طلبا للحماية من الحرب. كما تحدث الأب جبرائيل بأسى ومرارة عن أحوال المسيحيين في القطاع. العائلة المقدسة من يسوع المسيح، من مريم العذراء ومن مريم يوسف، لما هربوا من بتلحم إلى اتجاه مصر أخذوا طريق البحر فيا ماريس، يعني غزة، ولما رجعوا من مصر إلى الناصرة كذلك. فشان هيك النوم كنيسة الرعية للبطريركة اللاتين في غزة اسمها العائلة المقدسة. ومن هناك من هذا الحضور للرب دايما كانت جماعة مسيحيين، مرات قليل مرات كبير، في قديسين من غزة، في شهداء من غزة، خصوصا في زمن البيزنطي وزمن الروماني هنا، يعني أول القرون المسيحية، ولا حتى الآن في حضور المسيحي. كل سكان غزة، قطاع غزة، إحنا نعرف 2,300,000 نسمة، بيناتهم لحدود قبل الحرب عددنا كان 1,017. عادة إحنا قبل الميلاد إن نعمل الإحصائيات، منهم من 1,017 135 لاتين مع الرهبان والرهيبات، فعدد قليل، الباقي روم أرثوذكس بأغلبيتهم. ولكن حتى ولو رعية صغيرة كعدد، مهمة جدا جدا، وإرسالتها سواء للكنيسة وسواء كمان لكل المجتمع مهم جدا جدا. إذا نحكي للمجتمع المسيحي من غير النذر اللاتين وروم، لأنه الكل بيشاركوا في النشاطات والصلوات، إن عندنا قداسين كل يوم، والمسبحة زي كتير في الرعاية، والحمد لله إن 10 جروبات، يعني 10 مجموعات لعمل رعاوي من الأوراتوريو زي البراعم، بس إنه الأوراتوريو بتكمل، إنه البراعم الصغرى الكبرى الناشئين في 3 مجموعات للشبيبة، في الرجال الطائفة والسيدات والكشاف والخدمة الهيكل وخدمات الكنيسة. والحمد لله هذا عبارة إنه الحياة المسيحية، ما قول النقائص اللي هنا عندنا في كل الأرض، لأنه بس إنه كتير كتير منه.